اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا منورين بركاتك يا رحبات. بقولك ايه، يا امك مالها، يا شرب حاجه ولا ايه؟ علم علمك يا كريم، انا مستغربه زي زيك والله. كمكم نور عيني. عارفه يا لوز اللوز، اليوم اللي ما بشوفوش فيه نفسي بتغم عليا، بموت فيه. ربنا يخليك يا طنط. يعني بس يعني انا مستغرب حضرتك، يعني امره تقولي لي الكلام ده. قولي يا نور عيني، اخبار الاغنيه بتاعتك اللي سجلتها ايه؟ نفسي نفسي اسمع الكوبليه بتاع بحبك حب حقيقي مش مخليني قبل عريقي. لا طمني يا طنط، الحمد لله كله تمام يعني. بس حضرتك اول مره تساليني على شغلي يعني وتفاصيل حياتي. وماله يا حبيبي، وماله، حماتك وبتحبك وعايز تطمن على مستقبلك، الهي ربنا يحبب فيك خلقه يا رب. الحمد لله. بس حضرتك كويسه يا طنط؟ حضرتك كويسه؟ انا كويسه خالص، مالي. خلاص اطمني يعني، انا الحمد لله هروح للاستوديو وهاخد الكمانجات وهغني بكره ان شاء الله. يا رب يوفقك يا كمكم، يا رب يا ابن لوزه، يا رب يوسع في طبقاتك ويحبب فيك ويداني الناس، يا رب يا رب. ايه ماما، انت غزلتك رايقه النهارده ولا ايه؟ ليه يا بنت غزلتك دي؟ عيب عيب، انا طول عمري كده بموت في كمكم. كمكم ليا طلب، ممكن تعمله لي؟ تأمريني يا طنط. سمعني اغنيه أنا قلبي مش ريلاكس بس أعلى من الكلاكس، ومن حبي فيكي بعتلك ميت فاكس. أنا قلبي مش ريلاكس أعلى من الكلاكس، اديله، ومن حبي فيكي بعتلك ميت فاكس. أنا بقى عايز أفهم أمك ليه بقالها فترة قلب عليا أنا ومحمود، وشمعنا يعني سكريم ده هو اللي على الحجر؟ قلب عليك في إيه بس يا عمر؟ ما الست غلبانة هي وساكتة وفي حالها. امك غلبانه وفي حالها. ايه يا عمرو في ايه؟ في انها مش طايقه لي كلمه انا ولا محمود، واشمعنى يعني سكريم ده كل ما يقول حاجه هي تقول امين؟ طب والله ماما بتحبك وبتشكر فيك، انت بس متهيألك. متهيألي ازاي؟ ده مجرد كريم قال ان هم مسافرين اليابان، شوفي طنط عملت معاهم ايه؟ قالت لهم لو عوزتوا اي حاجه انا عينيا ليكم. الله، واحنا مالنا يا محمود؟ المهم ان هي كويسه معانا. مامتك انت كويسه معانا يا شرف؟ دي بتتدخل في كل حاجه في حياتنا، وهم ما شاء الله ما فيش اي مشاكل. انا نفسي افهم بس ايه سبب التغيير المفاجئ. يوه، هو انت ما بتزهقش من نكت؟ انا برضو ولا مامتك؟ بقول لك ايه، احنا مش هنسيبك النهارده الا لما تقولي لنا انت عملتي ايه انت وابنك علشان تخلي نور دي زي الخاتم في صباعك. لازم نفهم. ده انا محمود ابني بيقول لي انها دلوقتي تتمنى الرضا الكريم عشان يرضى. عملت لها ايه؟ ما عملتلهاش حاجه. هو انت حاطه بص لنا في المعامله الحسنه اللي بتجينا من الناس؟ كل الحكايه ان احنا بنديها برستيجها وبنريحه لها، فهي كمان بتدينا برستيجنا. بتريحه لها ليه؟ كاوتش عربيه بتريحيه؟ بقول لك انت فكرك ان الكلام ده هيدخل علينا؟ لا يا ماما، انت مش ماشيه من هنا الا لما تقولي لنا ايه السر. وفيكم من يكتم السر ولا هتروحوا تصيحوا عليا؟ لا، هيبقى في بير. وانتي في بير؟ لو في بير بقى اقول له. اهو الكلام اللي هقوله لكم كويس، وزعوا على بعضكم، كل واحده فيكم معاها ازازه، سيبيلها الحمراء تبصي في حاجتها. كل واحده فيكم معاها ازازه هترش على باب بيت ابنها اول ليله قمريه لمده 3 ليالي. ايه ده؟ تساليش كتير. تساليش كتير، عايزين نعرف بس ده بتاع ايه؟ ده رأيي يا سعاد، انت ست اللي عارفين هو كل حاجه بتتقال. قصدك ايه؟ ولا حاجة. شايفين الموبايل ده؟ شايفينه يا ست الكل زي الفل. تاخدوه تدوه هدية لنور. ايه؟ احنا نديلها هدية؟ هدية بأمارة ايه؟ نهاديها موبايلات ان شاء الله حر ونار في جتتها. اسمعي يا بت. بت ايه ده؟ ده موبايل الأسياد، هيتصلوا بيها عليه والعمل هيتنقل لها بالموبايل ده. هم على شبكة ايه؟ شبكة خاصة يا اختي. كل واحده فيكم هتاخد الورقه دي، هتحفظ اللي فيها كويس، ولما تتصل بنور تقول الكلام
قبل ما تقول ألو، مفهوم؟ مفهوم. طب بس احنا هنديها تليفون هدية بمناسبة ايه؟ بيرثدي بتاعها. مين يا فندم؟ عيد ميلادها. ما بتفهميش لغات؟ لا 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 بفهم حضرتك. عربون محبة اي حاجة، ده شغلكم مش شغلي انا، اللي انا اقوله يتعمل وخلاص. مفهوم؟ مفهوم يا ست الكل مفهوم. ولا تعفرطي نفسك اكتر ما انت متعفرطة. اعتبري الموبايل وصلها وفي حضنها دلوقتي ومركبة في خط وبتقول الو. بقول لحضرتك ايه، الوليه اللي معانا دي عايزاكي تعملي لها عمل تظبط هدومها شويه وريها. ما هي 100 فل و10 من نفسنا، انت منها ولا ايه؟ هتعدوا يا حلوين وانتوا نازلين تحت تدفعوا 10000 جنيه ثمن الموبايل. ايه 10000 جنيه؟ ده انا ببيعه عندي في المعرض ب 3000 جنيه بالتقسيط. جرى ايه يا بنت يا سعاد؟ هو ده زي اللي عندك؟ ده موبايل الاسياد. ما تسأليها تعمل إعلانات عندي في المحطة. الأسياد ممكن يعملوا إعلانات؟ آه ده تمشي هوا. إزيك يا اعتدال؟ الحمد لله، نحمده يا ست الكل، في نعمة كبيرة قوي، وكله من خيرك وكرمك. ربي يخليكي. اتفضل يا ست الكل. عاملة لك فنجان قهوة، إنما إيه؟ عايزة رأيك فيه. تسلم إيدك. الله، ده ايه ده؟ انتبيوتك؟ هدمنه يا بيت. ما هو ده المطلوب يا ست الكل، هو ده اللي انا عايزاه. بقول لك ايه، بصراحه يعني لو فيها مضايقه يعني، بعد بسم الله ما شاء الله ما البنات اتجوزوا والبيت فضي عليكي، انا بصراحه كده نفسي اشتغل معاكي ان شاء الله. اخدمك هنا في البيت، والله اخدمك بعناية. لا وحياة ابوكي، كفايه اللي عملته فيا سمحه، ده قشطت المنطقة. ده واحدة جارتي قالت أشرب معاكي فنجان شاي، بصت للفنجان وقالت ده بتاعي، أتاريها سرقة الطقم كله جايباه عندي، لميته اديتهولها. بس اللي أقدر أقولهولك إن أنا هشوف لك شغلانة تسترزقي منها. إن شاء الله يخليك يا ست الكل، ولا يحرمنيش منك أبدا يا رب، ويزيدك ولا ينقصك أبدا. قادر يا كريم؟ قولي يا رب. يا رب يا رب. شكرا يا حبيبي يا سفلون، أنا بحبك قوي يا سفلون. انت بتزعل عشان بقول لك يا سفلون؟ سفلون ده يعني مطهر، حاجه حلوه كده، دي حاجه تفرحني. سفلون سفلون سفلون. انا كنت عايزه منك خدمه يا حبيبي، انا عارفه ان خدمه الحما اتقل من العمل، صح يا طنط؟ انت بس تشاوري. ربنا يخليك. كل موز كل موز. باكل موز اهو، كل انت كمان. بص يا سفلون، انت دونا عن جوازات بناتي متربح في حواشيش قلبي هنا، والله بحبك قوي. طب عشان خاطر حواشيش دي كل موز بقى. انا باكل اهو، انا جوزه بنتي قرد ولا ايه؟ عندك سوداني يا اسطى؟ نفسي اتسلى كده واحدف كده في جوه، انا بحب السوداني جدا. بقول لك بقى، انا عندي واحده غلبانه نفسي تشغلها عندك في المستشفى، حتى عامله نظافه كده. يا طنط اعتبريها اشتغلت خلاص وبتقبض. يا ربي يخليك يا ربي يخليك. كل موز. حاضر كل موز. عايزيني باكل. انت عارف انا اعرفها منين؟ منين؟ كانت مأجره عندي زنزانه ايجار جديد، يعني بالمختصر كده كانت مسجونه. يلا بقى، ها تاني تاني يا ماما. حضرتك ما حرمتيش تصدري للمساجين بتوعك، مش كفايه اللي عملته سمحه؟ لا، اعتدال غير سمحه خالص، ده اعتدال ادب ايه واخلاق ايه؟ ده انت تشوفها تقول ايه، دكتوره انف واذن وحنجره؟ بحضرتك قلت لنا على سمحه نفس الكلام. يا بنتي انت قطعت ارزاق ليه؟ لا، اعتدال دي انا ضمناها يا بنتي ومتابعاها 25 سنه، انا ضمناها برقبتي. ما شاء الله. طب هي طنط كانت مسجونه بايه؟ اهو ده السؤال، شايفه جوزك عاقل؟ سؤال جميل. بص بقى، انا اطمنك خالص، مش اداب ولا سرقه ولا نصب ولا الحاجات دي ولا ادبنج ولا لا 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 لا، حاجه بسيطه، قتله جوزها قطعته ودبحته وحرقته بس. بيبي صادق في حاجه؟ كل موز. اجيب لك سوداني من جوه؟ بقول لكم ايه، حكايه المواظبه على الرش ده قدام البيبان مش هتفوت ابدا على اي حد، وخصوصا الست اللي اسمها نور دي، ممكن نتقفش. وانت عارفه طبعا نظام القفش بيبقى ازاي. قال لي عارفه يا اختي، انا متعوده ان مفيش فرح بلدي الا لما يختم بقفشه، وساعات ما بقاش جايبه البطاقه وابعت نهاوندي بقى يروح يجيب البطاقه. خلاص خلصنا يا امي، خلصنا. ماشي، احسن حل هبعت حد من الودي جاردز بتوعي هو اللي يتولى مساله الرش دي.
بادي جارد ايه؟ بادي جارد ايه اللي حيطه وطول بعرض؟ يروح الفيلا بتاعت مأمور اسم، ما هي طبعا هتلاحظ طول جاي في ايه ورايح في ايه؟ هتبقى الحجه ايه بقى يدخل الفيلا؟ صح مظبوط. احنا لازم نشوف حجه تخلينا نقدر نروح الفيلا عند نور كل ثلاث ايام من غير ما حد يشك فينا. ما هو حجه ايه بقى؟ عارفه انا رايي ايه حضرتك؟ انا رايي ان واحده بس فينا هي اللي تروح وترش للثلاثه. وقفت بقى اتلخبطت في الازايز ورشت هنا مكان هنا وهنا مكان هنا. يبقى نحط تيكت على كل ازازه باسم الولد اللي المفروض يترش له. بس بس انا لقيت فكره عبقريه، هتخلي كل واحده فينا ترش كل ثلاث ايام من غير ما نور دي تحس ولا اي مخلوق يحس. بس المهم ان كل واحده فينا كل ثلاث ايام لازم تفضي نفسها نص ساعه. لا نص ساعة ده كتير جدا، أنا الوقت عندي بفلوس. ليه أنتِ ساعتك بكام؟ حسب الدولار صعودا وهبوطا. يا أختي معلش نستحمل عشان الورد ينسلع ليه؟ كله عشان ابنك وحيدك حبيب قلبك. إيه يا أختي بقى الحجة دي؟ قولي لي. خش عليا يا أسد خش. ولا زمان على القعدة الحلوة دي. ربنا يخلصنا من القراصنة الثلاثة اللي خدوكم مني. والله يا ماما شوفي رغم ان احنا في نفس العمارة بس القعدة دي كانت وحشاني قوي. وانتوا كمان وحشتوني. اسكتي يا ماما. عرفتي القرار الجديد اللي خدوه حمواتنا الثلاثة؟ قرار ايه اللي خدوه محور الشر دول؟ كل ثلاث ايام واحدة فيهم هتيجي تدربنا على الطبيخ. ايه ايه؟ ايه ده على اساس ايه يا حلاوتك؟ انت بيعرفوا يطبخوا دول ولا مقطعين الحلل؟ ده واحده فيهم بتقول لي ايه هي الفرخه بتبيض البيض اومليت ولا ايه؟ يا بنات انا هجيب لكم طباخ. يا ماما يا حبيبتي طباخ ايه بس اليومين دول؟ هو في حاجه مضمونه؟ وبعدين يعني حضرتك عايزانا نجيب طباخ يطلع من عصابه نبويه التمساح مثلا؟ يا سلام يا سلام، انتوا عايزين تفهموني يعني ان انتوا هتدخلوا تطبخوا؟ ده انتوا ما كنتوا عندي ما دخلتوش المطبخ من خريف 99. يا ماما من قبل ما تولد. انت بتعرفوا تطبخوا يا بنات؟ ما علشان كده بقى يا ماما احنا لازم نتعلم الطبيخ. انت بالذات انا عايزاكي تتعلمي الطبيخ، بس تبقي تبعدي شعرك وانت بتطبخي وتحطي شبه لجوزك احاسيس يجيله تشنجات في احباله الصوتيه. قال تطبخ قال انت بعد اسبوع يا حبيبتي مسافره. يا ماما صحيح، ما هو في حاجه ثانيه. طنط لوزة قالت لنا ان بعد ما امانه تسافر هتيجي لينا وشرف عشان تعلمنا الطبيخ. طنط لوزة بتقول لها يا طنط؟ دي تقول لها يا قبلتي يا ده العادي. هما ايه الثلاثه ايه؟ عاملين اجتماع ضدي؟ عاملين الرباطية؟ دول لو قعدوا في القطب الشمالي التلج هيسيح. يا أمانة يا اللي متجوز أمانة انت يالا؟ نعم نعم. ايه ماليش اسم؟ جاهزين؟ نعم اتفضلي. هنروح فين؟ ايه دي؟ هيكون ايه يعني بيانولا؟ يا ريت على الاقل تشتغل عليها وتجيب لنا قرش بدل ما انت خايب ومعرفتش تجيب عقد عمل. عموما انا خلاص لقيت لكم حته تقعدوا فيها امان. هتروحوا تقعدوا في العزبه، محدش هيشوفكم هناك. العزبه؟ ماشي يا ماما. يلا هقوم 9 شهور هنقضيهم بالطول ولا بالعرض. 9 شهور ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ مين ده اللي يقعد 9 شهور؟ انا عندي شغل وعندي حاجات. اخرس يلا، مين اللي اتجنن؟ انا هقول ان جالك عقد عمل في اليابان وانت عينيك شبههم كده. يلا عامل لي فيها ثلاثي اضواء المسرح. يلا يا حبيبي يلا توكلنا على الله. يلا يا حبيبي الشنط الاثنين. يلا الشنط الاثنين الاول. يلا اشوف وشك بخير يا ماما. بتعالي زوريني والنبي. على طول على طول. ما انا معاكي انا معاكي. بصوا بقى يا بنات، انا النهارده جايه اعمل لكم وصفه جديده وجميله جدا. بيكاتا بالشامبينيون. هنجيب ده وهنحط عليه الايه نص كيلو مشروم، وبعدين هنحط الزبده بقى ايه كمان كلها، وكمان شويه كريمه لباني كده خلاص، مع شويه فلفل حلوين بقى كده قوي قوي قوي، مع ليمونتين. طيب طنط انتصار، احنا ممكن مثلا نضيف ثوم مبشور؟ ثوم؟ لا بقول لك ايه ما تلخبطينيش، انا اساسا ما صدقت حفظتها امبارح. ايه؟ تذكرتها. ما هو انا من ساعه يعني بطلت اطبخ ما بقتش يعني اتذكر. تذكرتها عشانكم. حضرتك ما قلتلناش يعني هو قد ايه لحمه؟
لحمه ايه؟ هو انت تفرق معاكي لحمه؟ انت اساسا عظم كله يا ماما، ده شكلك عمرك ما شفت، ده انت عندك انسداد في قناه فالوب، قناه وفي الامعاء كمان. لحمه ايه اللي بتسالي عنها؟ معلش يا طنط صار معلش، بس يا شرف اسكت. اف ايه الريحه دي؟ شياط ده ولا ايه؟ يا بنات الريحه. اهلا اهلا الشيف شوفوكو. لا انت السر الشربيني. يا جماله يا حركاته يا تكاته. اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ يا والله يا ماما فاتك نص عمرك النهارده. طبيخ انتصار عملت لنا اكله ما اقولكيش. انت هتقولي لي على طبيخ انتصار؟ حفيده ابلة نظيره. طبخت لهم ايه يا انتصار؟ بكتب الشامبيون بس جنان يا ماما، سايبانها على النار عشان تستوي. تسلم رجليك، قصدي تسلم ايديك يا حبيبتي. وطنط سعاد جاي كمان 3 ايام تعلمنا المكرونه بالبشاميل. ما شاء الله. قسموا المنيو، لوزه ما جاتش ليه تملح لنا الفسيخ؟ انت مجوعه العيال، ما شفتيهم لا عارفين الشامبينيون ولا البشاميل. ده انت لو فتحت التلاجة تلاقي واحد بيشحت. يا شيخ يا شيخ حرام عليك العيال. راحة فين؟ ما بدري لازم تاكلي يا اختي من البكاتة. لا 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 عندي شغل عندي شغل. بقول لكم ايه يا بنات، 10 دقايق بالظبط وتدفوا عليها عشان ما تتحرقش. ها حاضر. وترموها على طول. تاكلوها على طول. عمرو ما ياكلش منها اصلا هتخنوا هتخنوا. باي باي. باي. سلامة. خلي بالك من نفسك. من قلبك. انا كنت جايه ليه جايه ليه؟ شنطتي الحمراء فين؟ انا ما خدتهاش انا ما خدتهاش انا ما خدتش حاجه. شنطه حضرتك عندك شنطه حمراء اي لون؟ التركواز. دوروا لي عليها، ادخلوا اوضتكم دوروا لي عليها دلوقتي حالا. انكتوا الاوضه ولازم تجيبوها، هتضربوا بعض قدامي. ما خدتش حاجه يا بنتي. يلا يا بنتي انتوا، هي عارفه لو جيتوا من غير الشنطه هقطعكم. ها شايفاكم، دوروا كويس. ريحة ايه؟ كلب ميت ولا ايه؟ ما غسلوش البكاتة ولا ايه؟ فين البكاتة؟ ما عندهاش نفس في الاكل. هي دي البكاتة؟ طيب طب يا انتصرصر، هخليهم ان شاء الله يصرصروا من اكلك. مفيش معلقة. البكاتة بالشامبينيون ان شاء الله هيرموها ويشدوا عليها السفود. حطي كان هنا في زيت، زيت حار حلو حلو. شطه كمان، شطه شطه. يلا يلا يا صرصر، صرصر العيال. كرهيهم فيا، صبرك عليا. دي بكده بالشامبينيون، هو الجاز كتير شويه؟ لا يا حبيبي، ده طنط انتصار عاملاها لنا بالمقادير بالظبط، واحنا كمان كنا واقفين معاها. واقفين معاها ايه؟ ده لو حد جاب كبريت هتحول تنين. حرام عليكي. لا والله ده احنا كنا واقفين معاها. استنى كده لما ادوق. واقفين معاها واقفين معاها. هات الميه هات الميه هات الميه. فين معايا؟ دي تحفة. فين معايا؟ يا رب اصبر النهارده. الله اكبر الله اكبر. ازيك يا نور؟ اهلا. وحشاني. الله يخليكي الله يخليكي. اتفضلي. ايه الاخبار؟ اتفضلي اتفضلي اتفضلي. عامله ايه؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ بقرا الفاتحه، بقرا لهم الفاتحه، اصلي بحلم بيهم طول الليل. اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني. انت كمان. اخبارك ايه؟ تعبانه، سناني قايمه عليا، لا حشو نافع ولا خلع نافع، الصوص من هنا لهنا مش سايبني في حالي. بعد الشر عليكي. طب كويس بقى ان انا جيت اشوفك، اصل انا خلصت درس الطبيخ مع البنات، قلت اقعد معاكي شويه. كتر خيرك. ده انت دونا عن الحموات. يا اسناني قلبي بينشرح لك كده، بينشرح لك. وانا كمان والله يا نور بحبك قوي. بصي جبت لك ايه؟ ايه رايك في الموبايل ده؟
موبايل؟ هو انا قادره على الكلام عشان اتكلم في الموبايل؟ يا ستي جايبه لك هديه نزل عندي جديد في المحل. هديه يا حبيبتي بمناسبه ايه؟ عيد الشرطه؟ لا من غير مناسبه، انا سعادتي جيلي اجهزه حديثه عندي في المحل، بحب ادي منها لحبايبي. تعيشي وتوزعي فييسه يا اختي. انت هتركني؟ هاتي هاتي لما اغير لك الشريحه بتاعتك. فين هو موبايلي؟ هنا. اهو ده موبايلي هنا، خليه بعدين بعدين بعدين. بعدين ايه؟ هاتي هاتي كده عشان نفرح بيه. مش قادره اسناني بتوجعني اجيبه ازاي ده. طيب اتفضلي احكي بسنانك يا نور. هاتي يا حبيبتي. هتغيري الشريحه؟ كتر خيرك عقبال ما نغير شريحتك يا اختي ان شاء الله. لا انا على طول شحنه يا ماما. ركز معايا يا زكريا، انا عارفه ان مخك املس ما بتثبتش فيه معلومه. شرف راجع الشغل بكره، حسك عينك تعرف ان امانه وجوزها هنا في المزرعه. عارف لو حد عرف، مخلوق عرف، هعمل فيك ايه؟ هعلقك على النخله دي، مش هخليك تعرف تنزل. اطمني يا سياده الماموره، سرك في بير غويت ملهوش قرار. والغفر؟ منبه عليهم واحد واحد حسب تعليمات سيادتك، بس هي بنت حضرتك وجوزها المغنواتي مستخبين في العزبه ليه؟ مغنواتي؟ ده على اساس ايه؟ ان بنت غزيه؟ انت ما تسالش، انت تنفذ التعليمات وانت ساكت، دي اسرار من اسرار الدوله العليا، خد. بعد اذنك يا سياده الماموره، هو هربان من حاجه؟ ايوه انا هزلفك على قفاك بالقصايه دي، هربان؟ انا جايباه في جبل؟ ايه يا ابني مطريد؟ ده بقول لك مطرب هيكون هربان من ايه؟ من شرطه المصنفات؟ قلت لك ما تسالش ما تسالش. ايه في ايه؟ انت واخد الغتات على الحب يا ابني، يا ساتر. خد. عامله ايه يا امانه؟ زي الفل. هنطرشق من جنابنا. وهطرشق ليه يا كابتن احاسيس؟ بصراحه يا ماما الوقت هنا بيمر ببطء قوي، واحنا حاسين ان احنا قاعدين في سجن. وماله السجن؟ اصلاح وتهذيب. وبعدين انت اللي عملتي كده في روحك، كان لازم تروحي معاه وتشربي الحلبسه. ما خلاص بقى يا ماما احنا قفلنا الموضوع، احنا هنعيده تاني. خلاص كلها 8 شهور، عرف يجيب سفريه بره هنخرجه 3 ارباع المده. لا ما انا الحمد لله خلاص، مدير اعمالي لسه مكلمني وهيظبط لي حفله بره مصر. فين يا كابتن احاسيس؟ في اوروبا. حتى لو كانت في كينيا. كينيا؟ كويس قوي، طول ما احنا بره الحدود المصريه احنا في امان. خليه يجيب لك العقد بسرعه وانا هكتب لك على افراج. امين يا رب. امين. عشان تعرف ان انا بعزك جبت لك كتاب في علم التطريز، طول ما انت قاعد فاضي وزهقان طرز. خد يا اخويا. اطرز؟ سامعه يا امانه؟ ما انا هطرز معاك يا حبيبي. خير يا هاني؟ والله يا فندم لمتابعتي الموضوع العميدة نور عز الدين اكتشفت حاجة غريبة قوي. ايه؟ جوزها ابو بنات عبد الجبار اتحكم عليه من 22 سنة بالاشغال الشقة في قضية مخدرات. انا ما عنديش فكرة عن الموضوع ده نهائيا. انا كل يوم بكتشف حاجة جديدة ومريبة في موضوع العميدة نور عز الدين دي، لدرجة ان بصراحة كده تفكيري راح لبعيد قوي. لفين؟ ان ممكن تكون هي نفسها نبوية التمساح. معقولة الكلام ده يا هاني؟ دي تبقى مصيبة. هو فين؟ ها؟ فين؟ يا نهارك من أقرش، هي حصلت تيجي لغاية هنا؟ أنت فاكرني إيه؟ شغال على مركب في النيل؟ أنت السبب، ما بترديش ليه على تليفوناتي؟ بتحاولي تهربي مني ليه يا نور؟ أهرب إيه؟ يا راجل احترم شيخوختك، أنت اتهبلت؟ لا، هو اللي يحب في الزمن ده يبقى تبل؟ لا لا، أنت لازم تخرج بره، يلا يلا لو سمحت، تمام تمام، خلي بالك خلي بالك. ما تخلينيش اخلي العساكر اللي عندي يدلكولك وشك. نور انت ليه بتحاولي تقاومي احساس عمال يكبر جواك؟ ايه شغل العشق الممنوع ده؟ الله يخرب بيت المسلسلات التركي اللي بوظت دماغك. نور مش هتنزل عنك ابدا مهما يكون. انت عارف لولا السجن بتاعي كله ستات كنت حطيتك في زنزانه لوحدك. يا ريت وتكوني انت السجانه بتاعتي، يا ساعتها مش هيبقى سجن، هتبقى جنه. نور تتجوزيني يا نور؟ ها؟ ايه بتقول ايه؟ تسمحي لي؟ اتفضلي حبيبتي. ازيك يا مدام انتصار؟ الحمد لله. ايه؟
اما جايبه لك بقى حته خبر انما ايه لسه طازه وخارج من الفرن حالا. ايه قولي لي شوقتيني. قبض على واحد من رجاله نبويه التمساح اسمه موسى الاشرف. امتى؟ لسه من ساعه. وقبضوا عليه ازاي ده؟ ما هي عصابه نبويه التمساح دي كانت بتسرق شركه صرافه في القاهره الجديده وكلهم هربوا الا مين بقى؟ صاحبنا موسى الاشرف ده هو اللي واقف في ايدين البوليس. برافو برافو برافو. كل ده وانا نايمه على وداني مش حاسه. إيه طب بصي عايزاكي تاخدي كاميرا بسرعه يا سماح وتجري هناك على الموقع وعايزاكي تصوري مع كل الناس اللي هناك فاهمه. انا عايزه تقرير اكسكلوزيف عايزين نكسر بيه الدنيا. حاضر. يلا يا ماما يلا بسرعه جري. مساء الخير. حالا هحضر لك العشاء. تشكر يا شوشو. اول مره تقول يا شوشو. ليه؟ مش ده اسمك على الفيس؟ شوشو المنحرفه ولا انا غلطان؟ ايه اللي انت بتقوله؟ خلاص عرفت كل حاجة. عرفت أنا متجوز مين. على فكرة أنت مش فاهم حاجة. كفاية كدب بقى. أنت طالق. طالق. طالق! في حاجة خير؟ كابوس الحمد لله. أنا هجيب لك المقاسة يا أحلى. صلي على النبي حبيبي. خد المرة حبيبتي شوفي. شكرا. أحسن الحمد لله. الحمد لله. يلا نامي. تبقيش تقلي في الأكل قبل ما تنامي عشان هو ده اللي صباح الخير. بقول لك إيه؟ انت فكرت في مامتك قبل ما تنامي؟ كنت بتجيلي كل يوم. لا يا دكتور انا خلاص تعبت. انا حاسه ان انا عايشه في توتر فظيع. كل يوم بحلم بكوابيس. يا دكتور يا دكتور. ايوه حبيبتي ده انت بقيتي كويسه خالص الحمد لله. ده احنا وصلنا لنص الطريق. ليه بقى؟ لما اعترفتي انك عيانه وبداتي تتعالجي زائد الادويه اللي انا كاتباها لك ابتديتي تاخديها. والله يا دكتور انا باخد الادويه بانتظام بس حاسه ان التحسن بطيء جدا. يا دكتور يا دكتور يا دكتور. نعم قلت ايه؟ بقول التحسن بطيء جدا. معلش يا حبيبتي انا هزود على الادويه دي حاجه بسيطه قوي بس ليا شرط بقى. مش عايزاكي تنزلي عند ماما خالص خالص. ليه؟ علشان مش عايزاكي تشوفي الكمبيوتر. يا دكتور انا لو ما دخلتش على الكمبيوتر بدخل من التليفون. طيب يا اختي التليفون ده تسيبيه خالص وهاتي لك تليفون رخيص صغير ما يكونش فيه نت. والله يا دكتور انا تعبت بجد. انا حاسه ان انا ما كانش المفروض اساسا ان انا اتجوز. يا دكتور. نعم. لا ولا حاجه. انت مالك بس يا حبيبتي في ايه؟
كريم شكرا قوي على اللي انت عملته معايا. بس انا زعلان منك قوي يا امانه، انت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ خفت يا كريم انك تسيبني وتطلقني، وكمان خفت انك ما تفهمش المرض اللي عندي. يا بنتي انت بتكلمي واحد جاهل ولا مش متعلم؟ انا اكتر واحد مقدر يعني ايه المرض النفسي. عارفه يا كريم، بس انا المرض اللي عندي يكسف. انت عارفه اكتر حاجه مزعلاني منك ايه؟ ايه؟ انك مش واثقه من حبي ليكي. ليه بتقول كده يا كريم؟ لانك لو واثقه من حبي ليكي كنت هتتاكدي ان هو اقوى حاجه في الدنيا. الدنيا نورت لما جيت يا ابن العمدة. عشت. اهلا 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 استاذ حسنين، فينك يا اخويا؟ ما بتجيش ليه؟ ما خلاص بقى ايه اجي ليه بعد اللي حصل؟ وايه اللي حصل يعني؟ هي هتلاقي زيك فين؟ منظر وقيمه وسيمه. اهي لقيت بقى يا زكريا، اهي لقيت. هي اللي خسرانه، بكره انت كمان هتلاقي ست سته. وهي برضه لسه في شهر العسل. اه يا اخويا في شهر العسل وهتيجي بكره الشغل. طب كويس انها مش هنا. انا مش طايق اشوفها. لما اقول لي دي الصراع بتاعت الماموري مالها كده بقى لها كام يوم من ورا بالليل على طول هي قاعده هنا. يعني تقدر تقول كده حاجه زي كده؟ يعني ايه حاجه زي كده؟ ما هي قاعده هنا يا مش قاعده هنا. ضيوف ضيوف يا عم الحاج. ضيوف ضيوف مين دول؟ ضيوف الست الماموره. الله، وضيوف الست الماموره تجيبهم ليه يقعدوا هنا يعني؟ انا مش فاهم. يعني تقدر تقول كده يعني الحكايه طب كده يا زكريا بتتلجلج، ما تنطق تقول فيه ايه؟ انا ما اقدرش اقول اسرار الناس اللي لحم اكتفي من خيرهم، وتحديدا الست الماموره دي افضلها معلمه بجدتي. جدتك؟ طب انت انطق بس كده وانا حليلك بوقك النهارده وبسيطك كمان اخر انبساط. والنبي بصحيح هاي سماح، ايه الاخبار اللي عندك؟ اما النهارده كان حته يوم يا مدام انتصار فظيع. ايوه ما انا شايفه الاخبار اهي. هو الراجل الاشرم ده اتقتل فعلا؟ ايوه اتقتل، هما بيرحلوه النيابه. يا خساره مجهودنا كله راح على الفاضي. لا لسه في امل. ازاي بقى يا فلحه؟ ما هو انا قعدت شمشم كده في الاسم وعرفت ان قال معلومات مهمه قوي عن نبويه التمساح دي. طب وهنعرف المعلومات دي ازاي؟ بقول لحضرتك ايه، مش حضرتك برضو مناسبه ماموره سجن النساء؟ ها وانت متخيله ان الست دي ممكن تساعدني؟ لا يا ماما، دي هي لو عندها معلومات هتديني معلومات غلط عشان توديني في داهيه. انا بيني وبينها مصانع الحداد. انا اسفه قوي يا مدام انتصار ان انا بتجوز حدودي مع حضرتك، بس انتوا دلوقتي يعني عيله واحده. ايه؟ لا سوري باردون، من فضلك تحاسبي على كلامك. عيله واحده بقى مرت ايه؟ لا يا ماما، ده احنا يا دوبك كده مناسبينها من بعيد، وان شاء الله ان شاء الله ابني يطلق بنتها ويبقى ملناش علاقه بيهم خالص. طيب حضرتك جربي مش هتخسري حاجه. كان لك عند ال قول له يا يلا امشي يا الو 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 سعاد. ايه ده طلبتني غلط ولا ايه؟ باسم الملك ميمون وبحق الملك ايه دموش. لا 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 لا. الو يا نور، معلش اصل التليفون وقع من ايدي يا حبيبتي. ايه لما سمع صوتك ولا ايه؟ خير؟ اه انا بس كنت بطمن عليكي. انا كويسه خالص. خير؟ هشوفك بقى اخر الاسبوع في حصه الطبيخ. ليه؟ مين ميعاده بكره؟ الدور على لوزه. لوزه يلا بقى مع سلامه حبيبتي. ايه الواحه الواحه، الساعة الساعة، العجل العجل العجل، ده اللي هجيب معاها نتيجة. مش بعادة يعني تتصل بيا الولية دي. Thank you.
اهلا وسهلا يا داري. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. قولي لي بقى، جاهزه انت واختك للدرس؟ اه طبعا جاهزين ومستنيك من بدري. قورتي الكوسه؟ قورتها. طيب. ايه ده؟ يا واقعه سودا يا تسالي الكلب، بترشي البنت ايه؟ بتحضري عفاريت؟ واكيد عفاريت مونولوجيست، عايزه تضحك علينا الناس. طب استني عليا ان ما وريتك. نبويه التمساح؟ اه، انت الوحيده اللي ممكن تساعديني يا نونو يا ننا يا ناناتي. ازاي يعني؟ انتي لو كلمتي الضابط اللي حقق مع موسى الاشرم. موسى؟ مين موسى الاشرم؟ موسى الاشرم. آه، موسى الاشرم اللي كان واحد من رجاله نبويه التمساح، والبوليس قبض عليه واتقتل. طب انا اروح للضابط اقول له ايه؟ ابدا، انت بس هتعرفي ايه المعلومات اللي قالها له قبل ما يموت. اه، ولما يقول لي اجري عليكي كده اجري ارميها في حجرك وانت بقى تزعيها كده في البرنامج بتاعك، صح؟ يا حبيبتي يا نونو يا نونا يا نوناتي، انا يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، دي خدمه انا لا يمكن ابدا هنساها لك العمر كله. اه، على اخر الزمن هشتغل مرشد في الشرطه. تعالي. مرشد ايه بس يا نونو؟ يا حبيبتي انت كنت ماشيه كويس، ايه اللي قلبك؟ ايه، هشتغل جاسوسه للاعلام؟ جاسوسه ايه؟ ما تفوقي فوقي يا نور بقى، انت نايمه طول الوقت كده. يا حبيبتي ده واجب وطني، احنا كمجتمع متكامل لابد ان احنا نساعد بعضنا علشان نقضي على ظاهره زي النبويه تمساح، وده واجبك كشرطيه شريفه. اه صح، ولا والله كلام حلو قوي. آه، دخل دماغي صح. انا بصي انا هطلع احسن منك كعادتي على طول. انا بصي انا هروح للظابط وهكلمه عنك. اوكي، واخد لك ميعاد منه. كويس قوي، وخليه يقابلك. حلو قوي، ويديك المعلومات اللي انت عايزاها. بس انا مش عايزه اكتر من كده والله يا نونو. وده مش عشانك بس، ده عشان البلد، عشان تعرفي ان الشرطه في خدمه الشعب. ميرسي يا نونو، ميرسي يا حبيبتي. انت بتعملي ايه يا ماما؟ ولا حاجه يا حبيبتي، ولا حاجه. سلام عليكم ناس البيت. دي عايزه مولوتوف يتدب في عينيها. انا حاسس ان احنا هنموت في المخروبه دي. عيل مزفلت زي امه. ده انت ضلمه. ايه يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده؟ مش فاهمك انت في كلام الستات ده. كل يوم لما بخرج من عماره مامتك بتقولي فين تصح الخروج. يا ناس حرام عليكم بقى، كفايه. انا عاوزاكي تراقبي لي الوليه اللي اسمها لوزه. فاهمين حاجه؟ لا مش فاهمين. مش مهم. جراب الست رحبات مليان افتكاسات. اوعى تعمل كده يا محمود، اوعى تعمل كده. امك حبيبتك هي اللي بتفكر لك.